يعني مثل ما قلت بالاول صار لهم الفانس تبعولك عم بيتمرنوا يجوا لهون ثلاث جماع، قسم بفوت وقسم بضلوا برا. بجر اليمين فاتوا على العتبه ولا بالشمال بدي اعرف؟ باليمين باليمين. وبدنا نقول لهم انه نجوى كرم اجت الليله وهيدا شو؟ هيدا حكي. هيدا حكي. هيدا كلام. هيدا عشق. هيدا غرام. هيدا حكي. هيدا كلام. هيدا عشق. هيدا غرام. نجوى شفتي هالشباب وهالصبايا قديه مهضومين وقديش محمسين هن وعم بيغنوا لك الليله جوقة سيدة البير سن الفيل وجوقة كورالينو والشانتوري دو بيروت حبوا يوجهوا لك تحية خاصة من حديث البلد بقيادة مدرب الصوت والغناء المعروف توني البايع اللي مرنهم على هالأغاني الرائعة. شكرا توني البايع وشكرا يا شباب ويا صبايا. يعني خليني لحظة يعني خليني احكي كلمة يعني مرحبا كيفكم؟ مرحبا ان شاء الله منيح. ميرسي للكورال. هيدا من كتر ال هيدا من كتر ال حبيبي عن جد بجننوا. غنوا لنا شيء، غنوا لنا شيء بلا موسيقى، ما هيك؟ بنزعجك اذا بنقول لك لعينيك عينيك شغلي ما عندي غير شغلي ولا عملي ما تستغرب لو مني طار عقلي وين عقلي وين عقلي وين عيني شغلي ما عندي غير شغلي ولا عملي ما تستغرب لو مني طار عقلي وين عقلي وين عقلي وين عقلي وين اللي شو فيك يا روحي شو فيك طيران لانه ناطرين هالحلقه وناطرين هالحلقه على الفيسبوك ناطرينها وعلى تويتر ناطرينها وبكواليس حديث البلد ناطرينها والفانز ناطرينها وبعتقد كل الجمهور كمان ناطره يا رب. خليني اقول مساء الخير لكم، مساء الخير لكل اللي عم بيشوفونا، للكورال الحلو، للجمهور، للفانز، ل ان شاء الله عن جد يعني على قد رعبي باول ما فوت على الحلقه يطلع النتيجه سليمه وحلوه والكل يكون مبسوط. هن ناطرين رايك هلا، مش انت ناطره راي حدا. اعتبريهم هن راحوا قدموا هلا على Arabs Got Talent وسمعتيهم وخلصوا، شو بتقولي لهم؟ بدي اقول لهم بتجننوا بشوفكم الاسبوع اللي جاي. رح نبلش لك بسؤال انت بتحبيه وعزيز على قلبك. نجوى كرم او شمس الغنية اللبنانية، حملتي تراث ونفس بلدك وحلقتي فيه بالعالي، اغنيكي واغنيتي وصرتي من اهم نجمات العالم العربي، والليلة بيسعدنا تكوني مسك الختام بالحلقة الاخيرة من هالموسم من حديث البلد. نجوى كرم دايما بنسمع من الفنانين انهم بيغنوا لهجات عربية مختلفة حتى يقدروا يدخلوا على البلدان العربية المختلفة، انت كيف قدرتي توصلي بالاغنية اللبنانية لكل العالم؟ الأغنية اللبنانية هي باسبور كانت، لأنه كل العالم العربي بحب اللون اللبناني والغناء اللبناني، ولما غنيت اللبناني وأصريت عليه بفتكر هذا كان باسبوري أنا، وكان بالنسبة لهم تصريح مرور. ما كنت مش بقلك بس مضطرة أني غني بلهجة تانية، هو لأنه بيعرفوا كلهم صاروا الجمهور العربي كله بيعرف أني اختصاصي اللون اللبناني ومحبة باللون المصري والخليجي، لاني بشوفهم كيف عم يوهجوا من بعيد، بحس انه لازم اللون اللبناني يكون بوهجه سواء كان اذا مش معي مع غيري، بس على القليل الاغنيه اللبنانيه لازم تكون موجوده.
نحن بما انه بتحبي بلدك كثير رح نسمعك اغنيه غنتها مطربه لبلدها لانه بتحبه كثير، وبعد ما نسمع كلماتها بالمصري بدك تقولي لنا انت الكلمات بس على اللبناني. اوكي شو بتربح؟ يعني ترجم كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك. شو بصيروا هيدول باللبناني؟ صرفي لنا إياهم. أنا بقولك كلمة واحدة ومش اثنين، أحلى بلد بلدي لبنان. نكمل سوا، خلينا يعني كثير كان صعب ننقي باقة من أجمل أغنياتك لأنه كلهم حلوين كثير، بس خلينا نسمع باقة من أجمل أغنياتك بهالميوزك ستوري. حط أصحابك بالدربان، أصحابك لو بتغرب الغنى، ولو دولابك مرة مال، ما بيبقى واحد منهم، ما بيبقى ولا واحد منهم. خليك عن أرض لا تعنى كتير، ما في طاير على وإلا وقع بكتير. عطشاني يسيني بردان يدفيني
وقفها يعني عن جد لو ما بدي خلص الليل نحن عم نسمع الاغاني. نجوى كرم، انت بنت زحله، خلقتي ببيت بيتالف من بنتين وثلاث صبيان وبداتي حياتك كمعلمه، يعني شفتوا ما حدا هون يلخبط الليله دغري بياكل عيطه ما هيك قبل ما تتميز. بس بقاش درج المسطره خلص ما في مسطره بتوقفيهم على الحيط صاروا يقولوا لك مانا مسطره. قبل ما تتميزي سنه ال 85 ببرنامج ليالي لبنان، اول البوم اطلقتيه كان يا حبايب سنه ال 89، وبعد ثلاث سنين وابتداء من البومك الثاني شمس الغنيه بلشتي تعرفي نجاح استثنائي، واليوم صار في برصيدك 18 البوم حوالي ال 135 اغنيه واكثر من 30 فيديو كليب. هاي بدها زقفه عن جد. نجوى كرم زحله بتحتل مكانه كثير كبيره بقلبك وعقلك، وبتقولي انه احلى لقب بالنسبه لك نجوى الزحلاويه. وزحله بدورها كرمتك وخصصت لك شارع باسمك، ليش لحد اليوم ما انحطت الارمة على هالشارع؟ لانه كان في اجراءات لازم تنعمل بالبلديه وبالمنطقه لحتى تصير، يعني منها كبسه زر. يعني اول شيء انا بدي اشكرهم كثير على هيدي اللفته الكريمه، يمكن هيدي ما صارت بتاريخ انه اول شيء نحط اسم شارع على اسم بنت، يعني انا هيدي بعتبرها تقدير كبير منهم الي انا. بس بفتكر انه كنا موعودين انه خلال هالاشهر اللي مضت بين هالشهرين الماضيين وهلا انه تتزبط الطرقات، لازم يعملوا اشياء بعد لحد هلا يمكن ما قدروا، في اشياء ما بعرف شو بيعملوا، اجراءات يمكن اجراء. اي زحلي يا دار السلام بيكي مرضى مقصودي على بنت، والله ما ننام الموت بوز الباروده. زحلي يا دار السلام بيكي مرضى مقصودي على بنت، والله ما ننام الموت بوز الباروده. ما بتعتق ما بتعتق ولا بيزهق منها الواحد، وايمتى ما سمعها بيرجع بيشعر بالحماس. ليش؟ لانها حقيقيه، تحكي من القلب طالع، تحكي عن صدق رجال زحله. نجوى كرم، بالفتره الاخيره سمعنا عدد من الفنانين عم بيجاهروا بمواقفهم السياسيه، انت ليش ضد انه الفنان يعلن عن ميوله السياسيه؟ لانه الفنان بحبوه كل الناس، ليش لحتى يخسر والسياسي منا معركته؟ لانه اليوم بينزل سياسي بيطلع سياسي هو لازم يضل باقي. صح صحيح.